يلقي الديربي الكلاسيكي 13 بعد 100 بين الغريمين التقليديين الوداد والرجاء البيضاويين المبرمج ضمن منافسات الدورة 12 من الدوري الوطني المقررة نهاية الأسبوع الجاري، يلقي بظلاله على الساحة الرياضية الوطنية ويكتسي نكهة خاصة لكونه سيجمع أيضا بين المتصدر والمطارد المباشر. اللقاء يستأثر أيضا وكما في السنوات الماضية ليس فقط باهتمام جمهور وعشاق هذين الفريقين العريقين، وإنما باهتمام جميع متتبعي الشأن الرياضي الوطني اعتبارا لما يشكله من موعد كروي يغري بالمتابعة. تقرير مراد سيميا. أكيدنا الأنظار ستتجه يوم الأحد صوب المركب الرياضي محمد الخامسة لمتابعة واحد من الديربيات الأكثر تشويقا ومتعة في العالم، ولأن مباراة الرجاء والوداد البيضاويين تكتسي طابعا خاصا لكون الديربي سيكون بطلاه متصدر الترتيب والمطارد. التدابير التنظيمية واللوجستيكية والأمنية أيضا أخذت طريقها منذ الاثنين الماضي، الكل إذن يتحدث عن الديربي 13 بعد 100، والرجاء على غير عادته دخل في معسكر مغلق بالبيضاء في غياب 6 لاعبين التزموا مؤخرا مع الفريق الوطني للمحليين في مباراة النيجر، هذا في وقت تحدثت بعد التقارير على أن مناقشة تكتيك الديربي لن يناقش إلا يوم الجمعة مع التحاق اللاعبين 6 بباقي العناصر وغياب مرتقب للاعب محسن متولي. الإصابة اللي شوية وهي خفيفة في الحقيقة ديال اللاعب متولي اللي اضطرينا أنا وندعو له الجبيرة واحد المدة ديال 10 أيام تقريبا من بعد حلوى، وغادي يخضع التروي الطبي مع الأخ الزاز، وهي إصابة خفيفة جدا، هي تخوف أكثر منه هو يعني إصابة عضلية أو إصابة ديال الغضروف أو إصابة ديال الأربطة. من جهته يواصل فريق الوداد البيضاوي تحضيراته لعرس الأحد. تركيبة الوداد دخلت الخميس في تربص مغلق بالعاصمة الاقتصادية بعدما التحقت بعض العناصر التي خاضت مباراة الفريق الوطني والنيجر. الظروف اللي كنعيشوها وبشكل اللاعبين اللي واجدين تحت الدينا، لان ما يمكنش باغ اكزومبل عندي باقي الهلالي في المستوى وعنده لا فورم تاعو عندي بالرابح وما غنلعبهمش، ولكن الاكراهات هما ما كاينينش وكيخصك تقلب على البديل. الرجاء والوداد دشنا اذا منافسات البطوله الاحترافيه بايقاع عال، النسر والخضر في المقدمه والشياطين الحمر يطاردون كيف لا، والبطل يشارك في كاس العالم للانديه المقامه في المغرب.